السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حال اليوم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم كيف ما كتشوفوا جبتكم حلوة الصابلي، ودابا نقول لكم مقادير. عندنا 250 غرام الزبدة، نص كاس النشا اي مايزينا، نص كاس جوز الهند هو الكوكو، كاس الزيت، جوج صفار بيضة، وواحد البيضة مكمولة، واحد الخميرة الحلوة 15 غرام، وكاس السكر، وقشرة الليمونة يمكن لك تبدليها بلافاني، والدقيق حسب العجينة، ما تكونش قاصحة وما تكونش يعني جارية. وللتزيين مربى الفراولة، اللوز مهرمش، جوز الهند، والشوكولات. وندوزو للطريقة. بسم الله، كنعملو كاس السكر، كنزيدو عليه جوج صفور هاد البيض وواحد البيضة مكمولة، وكنخلطو مزيان. من بعد ما خلطت البيض مزيان، كنزيد عليه الزبدة، كنخلطها مزيان، يعني 4 كيلو الزبدة. وكنضيف القشرة ديال الليمون، ومن بعد كنزيد نص كاس الكوكو، جوز الهند، ونص كاس المايزينا، وكنخلط. وكنزيد كاس الزيت، كما كتشوفوا الكاس اللي كنعبر به هو كاس العنبه، كنخلط مزيان. ومن بعد كنزيد باكين باودر، هي الخميرة الحلوة، وكنزيد الطحين، وكنخلط كل شي مزيان. والعجينه ها هي، يعني كما كتشوفوا. ودابا كندوز للطليق، كنعمل على الطاوله ديالنا الطحين، نعمل عليها من فوق الطحين باش ما نلتقناش في المطلق. من بعد ما كنطلق العجينه، كندوز للمرشمات، المرشمات ديالي هما هادو كما كتشوفوا، كنرشمه تقطع العجينه بهذه الطريقه، هذه كتهزها وكتعمليها في الصينية اللي عاد تدخليها الفران. ودابا غنبدل المرشم كيف ما كتشوفوا، المرشم هذا مزيون بزاف، جبته من المغرب. المراشم اخرين اللي بغى يشريهم كاينين في ديك الموقع اللي سميتو علي اكسبريس. ودابا كندوزو لمرحلة التزيين. ديك بياض البيضات اللي بقالنا كندهن به الوجه الحلوة، يعني ماشي كاملة، انا كاين منا نزينها بالشوكولات، شويه عنزينو بالكوكو، وشويه باللوز مهرمش. كندهنها بالبيض البيض، وكنعمل عليها الكوكو،
وكنضغط شويه عليها باش كيلتصق الكوكو عليها، ويعني النص زينته بالكوكو ونص اخر باللوز وشي حاجه اخر بالشوكولات. ومن بعد ما انتهيت من التزيين كندخلها الفران على درجة حرارة 150 درجة، ملي كتبقى تحمر كنخرجها. ومن بعد ما كطيب الحلوة كنخليها تبرد وكندوز للتزيين، كنسخن مربى الفراولة وكنلصق بها الحلوة، وكنعمل الشوكولاتة يدوب على حمام مريم، وحتى هو كنزين به الحلوة الطريقة انتم عاد تشوفوها دابا. كنعمله في المويكا ونبقى نعمل خطوط، وها الحلوة ديالنا هي واجدة بالصحة والراحة. ودابا ما عليا الا نودعكم ونقولكم الى فيديو اخر ان شاء الله، ونتمنى تشاركوا كاع الاحباب والاصدقاء بهذا الفيديو، وما تنساوش تعملوا اللايك، وبارك الله فيكم، مع السلامة.